إخوتي أخواتي، أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير. نستقبل قدس الأبونا بيتر مدروس مشان بعض الأسئلة يلي مجرد أنه سمعناها منكم حتى نطرحها عليه. أبونا مساء الخير، زخائر القديسين شو عنا بالدين المسيحي لو سمحت؟ أول شيء يتمجد اسم سيدنا يسوع المسيح إلى الأبد آمين. معونتنا باسم الرب صانع السماوات والأرض بشم آبا وابرا وروح دي قدشة عاد إلها كل يخيلة آمين. شكرا أبونا فرانسوا ماري على السؤال. تحية محبة ممدة، نعمة ربنا يسوع المسيح معكم جميعا ومع روحك أيضا. في بالنسبة للذخائر ما فيش عنا بس في العهد الجديد بل حتى في العهد القديم. وغلط أول شيء، فكرة غلط أن يقول أحدهم ذخائر القديسين تفيد فقط إن أننا نتذكرهم ونقتدي بهم. لنتذكرهم ونقتدي بهم يكفي أن نقرأ حياتهم، لنقرأ نقتدي بهم يكفي أن نقرأ ما ورد في الرسالة إلى العبرانيين أن أمامنا سحابة من الشهود. فإذا هناك عنصر جديد وهو بقايا من القديس نفسه. هذه البقايا لنجدنها في أولا العهد القديم في سفر الملوك الثاني الذي هو في الطبعة اليونانية في الترجمة اليونانية السبعينية سفر الملوك الرابع، نقرأ في فصل 13 آية 21: فبينما هم يقبرون رجلا أبصروا الغزاة فألقوا الرجل الميت في قبر إليشع. فلما هبط الرجل ومس عظام إليشع عاش وقام على قدمي. هذه هي ذخائر قديس إليشع تلميذ ماريا. أعمال الرسل فصل 5 آية 15، على فكرة ما اقتبسته هو من الكتاب المقدس ولكن لخص. ياريت لو نعمل زوم على هذا الكتيب، مطبوع في مطبعة المطبعة البوليسية جونيا لبنان، وعندنا منه طبعة مسيحية، عفوا طبعة من الأرض المقدسة من وحي الكتاب المقدس. هل واضح العنوان؟ من وحي الكتاب المقدس. شكرا. نعود إلى أعمال الرسل فصل 5 آية 15. معلش أبونا حضرتك أصغر مني سنا وأوفر بصرا، لو ترفع صوت حضرتك. حتى إنهم كانوا يخرجون بالمرضى إلى الشوارع فيضعونهم على الأسرة والفرش فرش لكي يقع ولو ظل بطرس عند مروره على أحد منهم. نفس سفر أعمال الرسل لطفا فصل 19 الآية 12، على فكرة في الآية 18 يتكلم عن أن كثيرين كانوا يأتون عند الرسل معترفين بخطاياهم مخبرين بأعمالهم، يعني بالعربي اعتراف، حتى مش اعتراف سري بل اعتراف علني. تفضل أبونا بصوت عالي لطفا. حتى صار الناس يأخذون ما مس بدنه بدن مار بطرس بولس من مناديل أو مآزر فيضعونها على المرضى فتزول الأمراض عنهم وتذهب الأرواح الخبيثة. الآن في تاريخ الكنيسة مثلاً الكنيسة الكاثوليكية الرومانية يعني اللاتينية قبل أن يتم
بناء يتم بناء مذبح للاحتفال بالذبيحة الإلهية يوضع زخائر من ذخائر القديسين. إذن أردنا أن نجيب بهذا الشكل، وشكرا لمشاهدتكم ولإصغائكم.